الزواج هو أفضل مكان للتشكيل والتغيير، بس الست بقى كائن رقيق وما شبعش بالطريقة الكتابية في العلاقة الزوجية، بس رأيهم إيه؟ استشاري. الله يبني البيت قبل ما تحصل كوارث في البيت. صيانة زوجية، كل حاجة عشان تعيش بعمر أطول. عايزة رعاية ومحتاجة لصيانة، والزواج في الاهتمامات رقم أول، وصيانته دي مسؤولية وأمانة. بنرحب بيكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج صيانة زوجية. بنعمة الرب النهاردة لينا حلقة مميزة جدا، بس قبل ما أحب نبتدي بشجعك عزيز المشاهد أنك تكون بتتواصل معنا على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا اللي بتظهر دلوقتي قدامك على الشاشة. بنرحب بأسئلتكم، نرحب باستفساراتكم، لو عندك مشكلة أسرية، لو عندك طلب مشورة أسرية، نحب نكون بنتواصل معاك ونكون بنساعدك. في بداية الحلقة بتاعتنا النهاردة أحب في البداية أرحب بضيف الحلقة رجل الله المبارك القسيس سامح دميان. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حضرة القسيس، وأهلا بكل السادة المشاهدين، ورب يدينا وقت يكون سبب بركة لنا كلنا. أمين يا حضرة القسيس. النهاردة هيكون لنا حلقة مميزة جداً بعنوان نماذج كتابية، وهنتعلم منها النهاردة دروس عملية. فالنهاردة هنتعلم دروس عملية من نماذج العائلات في الكتاب المقدس. حضرة القسيس، يمكن في برنامجنا برنامج صيانة زوجية تعرضنا لمواضيع كتير، ازاي نتواصل، ازاي نتخانق خناقة صحيحة، ازاي نترك، ازاي نلتصق، وخدنا مبادئ كتير جميلة جداً. لكن قد بعض المشاهدين يقولوا طب احنا نفسنا نشوف الحاجات دي متجسدة، نفسنا نشوف أزواج وزوجات نتعلم من حياتهم، نتعلم من نقط القوة اللي عندهم ونقط الضعف. فالنهاردة نفسنا حضرتك تكون بتتكلم معانا عن نماذج كتابية نتعلم مع بعض منها بعض الدروس. بنعمة المسيح هنتكلم من يعني الكتاب عن بعض الأسر، سواء أزواج وزوجات كانوا بيتعاملوا مع بعض، أو بعض الأحداث اللي كانت بتحصل بينهم في علاقاتهم العائلية. والحقيقة يعني أنا على قلبي كمان إن أنا أتكلم في الدروس اللي ممكن نتعلمها من حياتهم العملية، لأنه الحقيقة بعض الأشخاص في الكتاب المقدس قدموا لنا دروس، سواء حاجات سلبية، أخطاء وقعوا فيها ونقدر نتعلم منها، طبعا بنتعلم من أخطاء غيرنا عشان ما نوقعش في الأخطاء دي، وفي البعض منهم الحقيقة تصرف تصرفات إيجابية جميلة نقدر ناخدها نماذج ودروس عملية لحياتنا نتعلمها عشان نعمل زيهم، وبالتالي حياتنا تكون بتنجح بنعمة المسيح. فكلمة الله فيها بعض الشخصيات اللي احنا هنتعلمها. يعني كلمة الله يا حضرة القسيس مش بنتكلم عن عظة النهاردة، لكن كلمة الله هنلاقي فيها كل احتياجاتنا. يعني احنا وعايزين نتكلم عن العيلة، عن الزوج ازاي يحب زوجته، عن الزوجة ازاي تخضع، المبادئ اللي عاملين نسمع، هل في كلمة الله هنلاقي كل ده من خلال الشخصيات الموجودة في كلمة الله؟ الحقيقة في كلمة الله في مجموعة من الشخصيات ومجموعة من الأزواج والزوجات نقدر نتعلم منهم دروس كتير ودروس عملية. يعني زي ما بتواجهنا الحياة العملية اليومين دولة، كانت الحاجات دي بتواجههم، والبعض أخفق والبعض قدر يعمل حاجة كويسة، فإحنا لما نبص عليهم
ونتعلم منهم، ده هيساعدنا ان احنا ناخد خطوات افضل في حياتنا العملية. عندنا بعض الاسماء، لو حضرتك تحب نذكر بعض الاسماء للاسر دي. يعني انا كان نفسي نبتدي حلقتنا باول عيلة، يعني دايما بيقولوا البدايات بتبقى بيترتب عليها كل حاجة، فالعيلة اللي تكون منها الجنس البشري نتعلم منها ايه؟ ده الحقيقة يعني منطقي جدا ان احنا نشوف بابا وماما الاولانيين ادم وحواء ازاي كان في بعض التصرفات في حياتهم وفي علاقتهم مع بعض، ازاي نقدر نتعلم منهم الدروس الحياتية. فلو نحب ناخد موضوع ادم وحواء، نقدر نتعلم من سفر التكوين أصحاح 3 الحديث اللي دار بين الرب وبين آدم وبين حواء في موضوع السقوط في الخطية. بعد السقوط ربنا زي ما يعني حضرتك عارف وكل المشاهدين عارفين أنه الرب جه واتكلم مع آدم، فلقينا في حاجة غريبة بتحصل. الحاجة الغريبة انه في البداية قبل السقوط كان آدم يعني بيغني كلام جميل عن حواء وبيقول كلام في منتهى الروعة. ففي أصحاح 2 وعدد 23 قال الآن هي عظم من عظامي ولحم من لحمي، يعني حاجة في منتهى البهجة والروعة، مبسوط قوي بيها وكلام جميل قوي، يعني كلام ممتاز. بس بمجرد ما حصلت الأزمة اكتشفنا انه آدم حصلت حاجة معاه نقدر نتعلم درس منها. بمجرد ما الرب بيسأله انت ايه اللي عرفك انك عريان في عدد 11 في أصحاح 3 فقال من أعلمك انك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ان لا تأكل منها؟ وهنا الرب كان بيواجه آدم بالخطأ بتاعه، أملا فيه ان يعترف آدم بخطئه. ودي الحاجة اللي الدرس لازم نتعلمه، آدم عمل إيه؟ بابا الأولاني عمل إيه عشان نتعلم؟ الحقيقة بابا غلط غلطة نتعلم منها عشان إحنا ما نغلطهاش. طيب معلش حدث أستوقفك شوية، لأن واضح الموضوع شيق وكبير وعميق. يعني من خلال الكلمات البسيطة اللي حضرتك قلتها لنا من بابا آدم وماما حواء، إن أول حاجة الله إله العلاقات، يعني رغم من آدم أخطأ لكن دايما إله المبادرة حتى لما بنغلط وبنبعد الله، فده يطمننا جدا. يعني جداً. يمكن ده أول درس النهاردة في بعدنا جدا جدا يطمننا جدا، لأنه الله لا يزال وسيظل يبحث عنا، لأنه في خلقه لينا هو عاوز يعمل علاقة بيننا وبينه، وهو مستنينا حتى لما تحركنا بعيد عنه بسبب الخطية. الله بيدور علينا زي ما حضرتك بتقول، لأن الله مصر أن يقيم العلاقة ويصلحها حتى لو كان فيها دفع ثمن، والله قرر أن يدفع المسيح الثمن لكي يأتي بنا مرة أخرى للعلاقة الجميلة التي خلقنا لأجلها. إذن في أول درس النهاردة عايز تقوله لنا حضرتك، الله إله العلاقات بيبحث عن كل عيلة حتى لو كسرين الوصية. نعم. طيب نعم. الحتة الثانية اللي عايز أسأل فيها حضرتك، آدم يعني بنسمع أغلب الرجالة يقول أنا ما عرفش أتكلم، ما عرفش أقول شعر، ما عرفش أقول كلمات حب، لكن أنت قلت كده آدم لوحده مجرد ما ربنا خلق له حواء أنت قلت كده ابتدى يتغنى، نتعلم منها إيه دي يا حضر الأسيس؟ محتاجين نعبر عن الحب والفرحة ببعضنا البعض، ما يبقاش مجرد إحساس موجود جوانا بدون تعبير. حضرتك عندك إحساس جميل ناحيتي، إزاي هعرفه لو حضرتك ما عبرتليش؟ انا عندي احساس جميل من ناحيه حضرتك، ازاي تعرفه لو انا ما كنتش بعبر لحضرتك بالاحساس ده؟ ادم تغنى الاغنيه دي ليعبر عن فرحته ويعبر عن حبه لهذا المخلوق الجميل الرائع، الهديه الجميله. ودي حاجه بالمناسبه اقدر اقولها لينا احنا كرجاله، حلو ان احنا نعبر يعني لزوجاتنا التعبيرات اللي موجودة بمشاعر جميلة جوانا لزوجاتنا، لأنه ده أكيد بيفرق معاهم وأكيد بيساعدهم أنهم يفهموا أن إحنا عندنا حب ليهم.
وعندنا احترام وعندنا تقدير، فدي حاجة كويسة نتعلمها مع بعض. طيب ليه بعد ما جت الخطية آدم بطل يتكلم؟ هل كان في علاقة ما بين الخطية وطريقة التعبير أو الحب؟ طبعا الخطية كسرت العلاقة، وده درس احنا هنتعلمه من الرد اللي رده آدم، هو سلبي، درس سلبي، بس هنتعلم منه عشان لما نشوف الغلط اللي حصل احنا نخلي بالنا وما نغلطش الغلطة دي. فالرب لما بيتكلم وبيسأله مين اللي قالك انك عريان، وكأنه الرب بيديله مفتاح عشان يعترف بخطأه وعشان يتحمل مسؤولية خطأه. لكن اكتشفنا آدم عمل حاجة غريبة خالص في عدد 12. فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. وهنا بنلاقي أنه آدم بسرعة هرب من المسؤولية، هرب من تحمل المسؤولية. ومش بس كده، الجميلة الرائعة اللي كان بيحبها وكان بيغني بيها يتغنى من شوية ابتدى يرمي عليها اللوم ويقول هي السبب. ودي مشكلة كبيرة حصلت ولازم احنا نتعلم منها. اقدر اقول لينا احنا كرجالة ولكل المشاهدين انه لا، نخلي بالنا اذا وقعت في خطأ علي ان اكون رجل واتحمل المسؤولية، اعترف بخطئي واعتذر عنه ومرميش اللوم على الاخر. لا، ادم هو اللي خد الوصية، وادم بقرار اكل، يمكن حواء اغويت، يعني ذهنها اتاخد بطريقة ما من الحية وهي اعترفت بده. لكن حواء ما غلطتش هي كمان يا أسيس؟ هي غلطت طبعا، بس هي اغويت، لكن آدم خد القرار بالخطأ، هو صاحب القرار وهو مسؤول عن القرار. عشان كده آدم سقوطه بسببه جر البشرية كلها في هذا السقوط وفي هذه الدينونة. طب انا ليا سؤال بس في الحته ديت. احنا دايما لما بتحصل مشكله بين زوج وزوجه كل واحد يشاور على التاني، ليه؟ ايوه، اللي هو المسدس دوت يعني. بالظبط. لكن يعني هل في طرف في المشكله ما بيغلطش؟ يعني اي مشكله بتحصل هل نسبه 100% الطرف الاخر؟ الحقيقه يعني انا اتعلمت ده واقدر اقول انا مقتنع بيه. طبعا ممكن اللي أكون أنا مقتنع به ما يكونش صح للآخر، لأن إحنا بشر. يعني أنا دايما بقول كده، أنا أؤمن بإنسانيتي، بس ما يعني أعتقد أنه صحيح أنه أي مشكلة بين اتنين الطرفين بيكون عليهم نسبة في المسؤولية. يعني 100% دي أعتقد أنها مش بتبقى في طرف صحيح 100% وطرف مخطئ 100%. فالنسبة حتى لو كانت بسيطة علينا الاعتراف ومواجهتها، ولما أعرف أن أنا أخطأت أواجه نفسي وأعتذر عن الخطأ وأغيره، أتوب عنه. دي حاجة مهمة قوي عشان العلاقات نقدر نعمل لها الصيانة اللي إحنا بنتكلم عليها. إحنا برضو في مشكلة تانية بتواجهنا يا سيس. لما بتحصل مشكلة يا سيس سامح، كل واحد بيبقى عايز يقول مش بس فلان الغلطان، فلان انت المفروض تعمل كذا، يعني عايز كمان يصحح له ومش بيبص على الحتة بتاعته. ده اعتقد بيبقى وراه انه عاوز اثبت للي قدامي ان انا مش انا اللي غلطان، بهرب منه. زي ادم لما جري بره المواجهة وقال مش انا، ده المرأة. وكمان في لوم ضمني جوه الكلام ده للرب نفسه: المرأة التي جعلتها معي. يعني انت كمان اللي جايبها لي، ما اللي انت جبتها لي اهو ما جايبك، يعني باللغة البلدي، يعني اللي جبته لي هو اللي وقعني في الخطأ. وده في الحقيقة هروب بكل المقاييس من آدم، بيهرب من المسؤولية. يعني آدم هرب جدا من المسؤولية. طبعا ساعات كتير بنشبه آدم، نقول برضو ليه يا رب انت عملت كده، وكأن الرب هو سبب المشكلة. طبعاً. طبعاً. إيه المشكلة اللي كانت عند آدم، أو إيه الخطأ اللي أخطأه في الموقف دوت؟ الخطأ هو طبعاً لما أكل بقرار منه، اعتقد أنه لما يرمي اللوم على الآخر هو هيفلت من العقاب، أو صورته هتظل صحيحة مظبوطة مثلاً
في نظر الله أو في نظر نفسه أو في نظر المحيطين به. فأنا مش غلطان، أنا نظيف، ما فيش حاجة تلومني، أنا كويس، أنا حلو قوي، وكل الخطأ في الغير مش فيا أنا. لكن الحقيقة لا، هو مخطئ، هو مخطئ. هل إحنا كبشر بيبقى عندنا صعوبة إن إحنا نقول كلمة أنا آسف أو أنا غلط أو أنا أخطأت؟ طبعا طبعا، الحتة دي يعني كبرياءنا، يعني عدم تدربنا على مواجهة أخطائنا، الحتة دي بتخلينا يعني عاوزين نهرب. فعشان كده مش بنعترف بخطأنا. عندنا حاجة يعني من الحاجات الجميلة في السياق ده، لما حصل موقف بين يهوذا وثمار. الحقيقة يهوذا أخطأ، ثمار كانت زي ما حضرتك عارف وزنى معها، وبعدين لما رجعوا قالوا له كنتك حبلة، زنت وهي حبلة، فقال لا هاتوها ويتحكم عليها. فكانت واخدة منه بعض الأشياء اللي تخصه، يعني زي العمامة بتاعته مثلا. قبل المحاكمة بعتت له الحاجات بتاعته وقالت له بص أنا فعلا حبلة، بس أنا حبلة من الذي له هذه. فبمجرد ما شافها، الحقيقة أنا بشوف ده يعني أنه كان أجدع من آدم. أول ما شاف الحاجة دي اعترف وقال هي أبر مني، اعترف أنه هو مخطئ وهي أبر منه. ولما بيقول أبر مني، هو لم يقل أنها بارة تماما، لأنه هي اللي عملت، حاكت هذه القصة وأسقطته في موضوع الزنا، بس قال يعني هي أصح مني، المفروض أنا اللي أتحاكم، فأنا بتحمل المسؤولية. فحلو إن احنا نتعلم الكلام ده يعني. إذن فالدرس الأول أنت عايز تقوله النهاردة لكل رجل ولكل زوج بيسمعنا، أتحمل مسؤولية خطأي حينما أخطئ. طبعا طبعا، أتحمل مسؤولية خطأي حينما أخطئ. طيب ده النموذج الأولاني أو الدرس الأولاني اللي بتعلمنا منه كلمة الله، وبنشوف فيها آدم بيغلط وإزاي آدم غلط، لكن في ناس اتعلمت من آدم وتحملت مسؤوليتها. إيه تاني من كلمة الله دروس عملية تشجعنا؟ عندنا شخصية تاني ممكن نتكلم عنها، أو يعني نقدر نقول زوج وزوجة تانيين ممكن نقدر نتكلم عنهم، حنة وألقانة. حنة وألقانة، الكلام ده في سفر صموئيل الأول وأصحاح واحد بتتحكي القصة. كان في مشكلة في العيلة دي، ألقانة كان متجوز اتنين، هي حنة وفننة. كانت المشكلة أنه فننة ربنا مديها أولاد وبنات. طب معلش قبل ما تكمل يا حضرة القسيس، حتة متجوز اتنين، هو احنا كمسيحيين عندنا في جواز أكتر من واحدة؟ مش في حواء واحدة لآدم واحد؟ الحقيقة الكلام ده مظبوط 100%. حتى لما سئل الرب يسوع المسيح يعني عن موضوع الزواج، قال ارجعوا وشوفوا منذ البدء أن الله خلقهما ذكرا وأنثى. فالكتاب المقدس بيعلمنا، والتعليم المسيحي والرب يسوع بيعلمنا ده، أنه ذكر وأنثى فهو اختلاف الجنس، فما ينفعش المثلية خالص في الزواج. الحاجة التانية، رجل واحد لامرأة واحدة. بس في وقت من الأوقات ثقافات الشعوب اللي كانوا عايشين في وسطيها كانت بتسمح بهذا، وفي وسط الثقافات دي حصل انه في ناس اتجوزت اكتر من حد. بس الحقيقة ما فيش حد اتجوز اكتر من واحدة ولقينا حياتهم بتمر بسلام، لانه في كسر للنظام الالهي. حلوة، يعني نتعلم كل مرة فيها نكسر الوصية الكتابية احنا اللي بننكسر. ايوة ايوة، بننكسر وبتحصل لخبطة وبتحصل يعني امور صعبة صعبة.
احنا عندنا مثل جميل رائع عن الزوج الواحد، الزوجة الواحدة طول الحياة، إسحاق ورفقة. هو ده تقريبا النموذج اللي اتحط، ما كانش فيه اي يعني اضافه جديده او تعدد جديد للزوجات. واسحاق من الشخصيات تقريبا اللي كان ناجح جدا حتى في مداعبه زوجته، في ارضائها، في اشباعها، فكان في حب حقيقي يعني. بالظبط بالظبط. وان كان في الاسره دي كان في بعض المشاكل في طريقه تربيه الاولاد وتعليق يعني تعليق كل حد على الابن اللي بيحبه، لكن الحقيقة الأسرة دي من الأسر الجميلة اللي نقدر نتعلم منها إزاي لما بيبقى زوج واحد وزوجة واحدة بيقدروا يعيشوا حياة بتبقى جميلة وناجحة. طيب نكمل نرجع للقصة بتاعتنا، ألقانا وحنة. ألقانا إيه اللي حصل معهم؟ ألقانا وحنة لما يعني لو حبينا نقرأ من الكتاب الشاهد في سفر صمويل الأول، تسمح لي أقرأ؟ أتفضل يا حاج قسيس كل ترحيب. في سفر صمويل الأول أصحاح واحد بيقول الكتاب أنه الرب كان أغلق رحم حنة في عدد 5 من أصحاح واحد، وكانت ضرتها تغيضها في عدد 6. ويقول لأجل المراغمة، يعني كانت شخصية فيها في أسلوب تعاملها مع حنة، هي فننة، كان في أسلوب تعاملها مع حنة نوع من الغيظ والشماتة، واللي بنسميها باللغة العامية بتاعتنا المصرية المعايرة، يعني بتدوس على نقطة ضعفها وتغيظها وتعايرها بيها وتشمت بها. والحقيقة الموضوع ده اتكرر كتير، لأنه حتى الكتاب بيقول في عدد 7، وهكذا صار سنة بعد سنة، يعني مش يوم ولا اتنين. بالظبط بالظبط. لا ومش بس كده يوم ولا اتنين او السنين دي، للأسف كانت بتختار اوقات الاعياد البهجة والفرحة تنكد عليها، يعني كده بالبلدي تنكد عليها. كلما صعدت الى بيت الرب هكذا كانت تغيظها فبكت ولم تأكل، للدرجة اللي فيها نفس حنة تسدت عن الاكل. الحقيقة ألقانا بيعلمنا درس جميل عن أنه بيحب، هو كان بيحبها فعلا، بس تعبيرات الحب ما كانتش كافية، وده الدرس اللي احنا محتاجين نتعلمه من النموذج ده. حنة حب بتصرفات، التصرفات اللي حب بيها كانت يعني كانت بسيطة لا تشبع قلبها. زي ايه؟ لما يجي تقسيم الأنصبة في العيد بقى وبيذبحوا ويظبطوا الدنيا وأكلة العيد، زي ما حضرتك عارف احنا كشرقيين ويمكن احنا كمصريين بنعرف ده كويس، يعني لما كان يحط الأنصبة قدام فننة وأولادها وبناتها كان يحط أنصبة، لكن بمجرد ما يجي عند حنة يديها مضاعف لأنه بيحبها. والكتاب قال الكلام ده، أنه كان بيديها نصيب 2 لأنه كان يحب حنة في عدد 5. بس المشكلة اللي كانت عند القانة، أول حاجة ما كانش فاهم مشاعرها كويس كأم، فهو بيقول لها أنت بتبكي ليه ومش راضي تاكلي ليه؟ يعني أنت عشان ما عندكيش ولاد؟ طب ما أنا يعني خير لك من 10 بنين. الحقيقة الكلمة دي جميلة لأنه كان بيقولها من قلبها، وهو فعلا كان في ظهرها أكتر من 10 ولاد. بس أنا بشوف معلش يا سيس استوقفك عند الحتة دي. ساعات كتير إحنا كرجال بنبقى عايزين نحل المشكلة في موجز، في كلمة بالنسبة لزوجتنا أو بالنسبة للطرف الآخر، فدايما حل المشكلة أهيت أو بشاور على الحل. هل الست ده بيفرق معاها ولا بيفرق معاها أكتر المواجدة، وإن أنا أشعرها بالاهتمام، أشعرها أني حاسس بيها؟ يعني هل الست عايزة حل المشكلة ولا عايزة الزوج اللي كأن يعني إنجاز التعبير بيتحد معاها، يتواجد معاها في المشكلة؟ طبعا طبعا طبعا. الكلام ده شفناه في حنة. حنة بالرغم اللي بيديهولها وبالرغم من تعبيره ليها عن الحب، يعني ما فرقش معاها الأكل، يعني شايف معاها تأكل زيادة حتة لحمة ولا، وحتى الكلام اللي قالهولها ما فرقش كتير معاها، مع أنه حقيقي. ليه؟ لأنه هو لم يفهم مشاعر الأمومة.
هو فاكر الاحتياج انها عشان تخلف، ما هو العيال يعني مليين البيت اهو، بس انت بتدوري على حب. طب ما انا يعني انا بحبك وانا فعلا في ظهرك، انا خير لك من 10 بنين، وهو صادق في الكلام ده، بس مش هو ده اللي بتدور عليه، لانه هي ام عاوزه تحتضن ابن، وفي نفس الوقت مش بس كده، هو لم يحمها من بطش فننة في إغاظتها. هو راجل البيت المفروض يعني على الأقل كانت متوقعة حنة أن يوقف نزيف الغيظ والقسوة والشدة بتاعت فننة في ضيقها وغيظها بتنكد عليها. ما عملش ده، ما استخدمش سلطته وما استخدمش مكانته كرب أسرة أنه يوقف الخطر القاسي اللي جاي من الغيظ المستمر من فنانة. فده كان بالنسبة لها صعب. الحاجة التالتة اللي أخفق فيها ألقانا عشان نتعلم إحنا كرجال، يعني أنا محتاج مش بس أقول كلام لمراتي كويس، لكن كمان محتاج أحميها، لأن هي بتبحث عن الحب وعن الأمان، فلازم أحميها من الخطر. لكن لما حضرتك بتتكلم على موضوع المواجدة، الكتاب بيقرر أنها بكت ولم تأكل، وبعد ما خلصوا أكل قامت ما تحركش وراها، ما رفقهاش وهي راح تصلي، ما وصلهاش أنه أنا معاكي، يعني الدنيا حلوة وكل الناس فرحانة، بس أنا هقف جنبك عشان أطيب خاطرك. سابها راحت لوحدها، وده خلاها تتعرض لإيذاء من عالي، إيذاء عدم الفهم، عالي لم يفهمها وافتكرها أنها سكرانة، فتكلم معاها كلام شديد ما لقيتش اللي دافع عنها. هي طبعا تكلمت بكل أدب وبكل احترام ونبهت عالي للدرجة اللي فيها استفاق عالي، فهم أنه لا الموضوع مش كده، وقال لها الإعلان الإلهي اللي قاله لها الرب يديكي سؤل قلبك. طيب حضرة القسيس، يعني أنا تعاطفت جدا دلوقتي مع حنة وإزاي هي كانت متألمة، بس يمكن حد بيسمعنا دلوقتي وعنده كم الألم دي، سواء زوج أو زوجة، الطرف التاني مش شاعر بيه، الطرف التاني مفيش مواجدة، مش حاسس بيه، مش في دماغه أصلا. لكن أنا بسأل حضرتك سؤال، هل الطرف التاني مهما كان كويس بقى، يعني يمكن احنا شايفين ان ألقانا كان كويس وبيحب بس ما قدرش يعمل حاجة، السؤال اللي انا عايز اسأله، هل احتياجاتي كل شريك حياة هيقدر يسددها لي؟ يعني هل احتياجاتنا كزوجة او كزوج، احنا يعني كل زوجة معاها سوبرمان هيقدر يسدد الاحتياجات، وكل زوج معاه واحدة زي مامته واحسن في الاكل و و و، هل ده على ارض الواقع موجود؟ عشان بس يعني ما يكونش حد بيسمعنا يقول انا فعلا ويرسل نفسه شريك حياتي مش حاسس بيا. احنا عايزين نكون على ارض الواقع، وخاصه النهارده الحلقه بتاعتنا دروس عمليه تطبيقيه نلمس فيها واقع حياتنا. هل شريك حياتي يستطيع ان يسدد كل احتياجاتي؟ الحقيقه في بعض الحاجات لا يستطيع الانسان ان يصنعها، وحاجة من الحاجات دي كان موضوع مشكلة حنة، وهو يعني لو نقدر نجيب بذكر الحادثة نفسها، رحيل لما تكلمت مع يعقوب قالت له حاجة كانت غريبة، هبني بنين وإلا أموت، يعني حتى يعقوب غضب، يعني إيه بالبلدي العبارة دي؟ يعني أنا عاوز عيال، اديني، عاوز اخلف بالبلدي، خليني اخلف والا انا هموت، انا هنتحر، انا موتي، يعني كميه الغضب اللي كانت جواها وكميه الصراع مع زوجها كانت شديده، لدرجه انه يعقوب نفسه غضب، الا هو انا مكان الله؟ يعني دي حاجه اكبر من طاقتي الإنسانية البشرية أن أنا أعملها. لكن كل ما يكون أمر في طائلة يدي أن أفعله فأنا سأكون مقصر إذا لم أفعله.
يعني طالما أقدر أعمل وما عملتش لا أنا محتاج أراجع نفسي. يعني زي ألقانا، ألقانا كان في إيده يدرأ الخطر أو يوقف الخطر أو يقول لفنانة كفاية اللي بتعمليه ده. يعني هو كرب أسرة يعني عارف لما نقول كده يواجه، كانت كلمته هتتسمع بسهولة. طبعا طبعا طبعا، إذا كان في يده ده وما عملهوش الحقيقة هو مقصر في الحتة دي. طب ماذا لو شريك حياتي ما سددش احتياجاتي، أعمل إيه؟ يعني أقدر أقول حاجة من الحاجات المهمة، المناقشة، العتاب. طبعا العتاب بطرقه المعروفة، إزاي أنا بتكلم بعبر عن اللي جوايا، إزاي أنا مش بلقي الاتهامات لكن أنا بعبر عن مشاعري، بتكلم بصيغة أنا مش أنت، الوقت المناسب، الأسلوب المناسب اللي بيه أنا بعبر عن اللي جوايا، عشان نقدر يبقى فيه تواصل جيد، عشان نقدر نحل المشكلة أو نقرب وجهات النظر أو نضيق الفجوة اللي موجودة بيننا. فدي حاجة مهمة، المصارحة بيننا وبين بعض. بس بعد وقت طويل متهيألي حنا هنا بعد سنين يعني شفناها ما راحتش اتكلمت المرة دي مع القناة، يمكن اتكلمت معاه كتير قبل كده وما نفعش. هي عملت ايه في الموقف ده؟ كل اللي عملته هي الحقيقة كانت هي مهذبة جدا، كانت محترمة جدا في تعاملاتها. يعني حاجة من الحاجات الجميلة اللي بتلفت نظري لما بقرأ الشاهد ده، أنها كان ممكن وهي حزينة تنكد عليهم في الأكل. إحنا مرات بنستخدم الأسلوب ده، يعني تقلب لهم، طالما أنا متنكد أنكد على حواليا، أنكد على كل اللي حواليا، أنكد على البيت كله. لكن الكتاب بيقول أنه في عدد 9، ودي حاجة بتلفت نظري قوي في أدب يعني حنة، في عدد 9: فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا، استنت لحد ما خلصوا الاحتفال، لحد ما خلصوا قعدتهم، ما نكدتش عليهم، وقامت بحالة كانت صعبة كمالة العدد، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، عدد 10: وهي مرة النفس، يعني قاعدة متألمة لكن احترمت وقدرت الوجود العائلي معا ولم تنكد عليه. ده يعكس لنا أيضا حضرة القسيس، هل المرأة أو الزوجة عندها فعلا قوة تحمل داخلية أن تقدر تتحمل مواقف زي دي؟ يعني استنت لغاية ما أكلوا كان ينفع، هل فعلا المرأة بيبقى كتير بيبقى عندها قوة تحمل؟ الحقيقة يعني دي حاجة أنا بعتقد أنها صحيحة صحيحة صحيحة، يعني أو نتعلم حتى من الموقف ده طبعاً التحمل. طبعا طبعا هي نتعلم التحمل، بس طبعا هي كان عندها قدرة أنها تعمل ده. في بعض الناس ما بتقدرش تحت الضغط الشديد تتحمل، وكمان يعني أنا مش محتاج أني أنا أختبر تحمل اللي قدامي وأضغط عليه أضغط عليه أضغط عليه لحد ما ينفجر. طب ما أنا مخطئ. يعني هنا ألقانا كان مخطئ لأنه لم يحمها من خطر وقسوة الكلام الشديد والغيظ الشديد اللي كانت بتعمله فنانة، بس هي كانت بارعة في التحمل في الحقيقة. طب إيه البدائل اللي كانت قدام حنة في الموقف ده؟ يعني لو أي واحدة طبيعية مطرح حنة في الموقف ده كان ممكن تعمل إيه؟ الحقيقة هي ضربت مثل رائع، لجأت للرب، لجأت للرب، لجأت للرب الذي بيده مفاتيح كل الأمور، هو الذي يعني زي ما قال الكتاب يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح، هو اللي عنده القدرة. عشان كده حتى لما تكلمت مع عالي قالت له لا أنا بس بسكب شكوايا قدام الرب، أنا عارفة بكلم مين، وأنا بسبب كثرة غيظي اتكلمت لحد دلوقتي، وحتى تكلمت مع عالي بأدب. الحقيقة يعني حنة بتدينا مثل رائع عن الأدب واللسان الجميل، وكانت حلوة اللسان، فتقول له جاريتك، يعني لتجد جاريتك نعمة في عينيك، وفي عدد 16 تقول له لا تحسب أمتك ابنة بلي عال،
ده أنا بس من كثرة قربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. ما معنى كلمة ابنة بليعال؟ يعني أنا مش بنت يعني بالبلدي بالعامية، أنا مش شريرة، مش بعبد آلهة غريبة. لأنه لما بيتكلم عن الخمر، واحدة من أدوات وطرق العبادة للآلهة الغريبة كان شرب الخمر والخلاعة والفجور. قالت له لا أنا مش كده، أنا بنت الرب، أنا بعبد الرب. يعني يا حضرة أسيس عايز تقول لي أن حنة رغم كل الظروف اللي كانت بتمر بيها، لكن كانت مصرة أنها تعيش أمينة وبنت للرب؟ ده أكيد 1000%. إحنا ساعات كتير مع أبسط موقف طبعاً 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 طبعاً، وعشان كده هي بتدي درس جميل في العلاقة العائلية بينها وبين زوجها وبينها وبين اللي بيضايقوها جوه البيت، زي ما قلت من شوية ما نكدتش عليهم. وبتدينا كمان درس قوي في العلاقة الشخصية بالله. هي ظلت تثق في الله، ظلت تلقي بحملها وتعبها على الرب. طب يا سيس انت كذا مرة دلوقتي تقول ما نكدتش، ينفع معلش تكلمنا عن مواصفات المرأة النكدية شوية؟ المرأة النكدية في البيت سماتها ايه، بتعمل ايه، والبيت بيبقى شكله ايه لما بتكون في زوجة او ام او امرأة نكدية؟ يعني الحقيقة النكد والغضب وإثارة المشاكل وكسر روح السلام في البيت ده بيكون قاسي جدا، فتخلي الحديث ما يبقاش لي طعم راحة وسلام وهدوء، تخلي التعاملات العادية في الأكل وفي الشرب وفي الخروج حتى في الحوار ممكن بسبب النكد الكلام اللي فيه غضب. غضب الإنسان عموما لا يصنع بر الله، يعني حتى الكتاب بيعلمنا لا تصطحب غضوبا، يعني خلي بالك الغضوب شخص تخلي بالك منه لألا تألف طرقه عشان تبقى كده يعني تعمل زيه. ويعني حتى يعني سفر الأمثال بيتكلم عن المرأة النكدية، المرأة اللي عندها صفة النكد ده بيقول زي الوقف المتتابع، عامل زي سقف يبقى كده يعني سقف مش مظبوط وينزل المطر وانت قاعد كل شوية نقط بتضايقك، الوقف عمال تنقيط ينزل عليك يضايقك. والكتاب علمنا انه الحقيقة السكنة في زاوية السطح يعني خير من امرأة يعني حردة وبيت مشترك. لكن يا حضرة أسيس بتخيل كده واحنا بنتكلم زوجة بتسمعنا دلوقتي تقول انا كويسة، ده زوجي هو اللي نكدي او اللي بيحب ينكد علينا. يعني هل في ايضا ممكن يبقى رجل بيحب النكد؟ طبعا 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 طبعا. الازواج اللي بيبقى عندهم سمة الغضب وصلاة اللسان وقسوة التصرف ويبقى ماشي كده يخبط في كل حاجة، سواء يخبط بالكلام أو يخبط بالتصرف، أو طبعا بيوصل لمرحلة الحقيقة يعني موضوع مد اليد ده يعني أمر قاسي، مش بس عاوز أقول مش مستحب، موضوع أنا بحاول أختار ألفاظ لاسيما عشان حضرات المشاهدين، يعني اللي بيمد إيده ده عاوز يعني أنا سمعت يا حضرة أسيس إن الضرب ممنوع للحيوان، فهل الضرب ينفع للإنسان؟ ده يعني أنا زي ما بقول لحضرتك يعني ده ليت الأيدي التي تمتد ليتها تقطع. مفيش إهانة أكثر من أني أمد إيدي. اليد دي ربنا خلقها للعطاء، للعمل، لللمسة الطيبة، مش للأذى وللضرب. لا لا لا، في رجال نكدين. طيب عودة إلى حنة وألقانة. أيوة. عرفنا من آدم وحواء أن الرجل لازم يتحمل المسؤولية ويعترف بأخطائه، مش عيب طبعا. وشفنا طبعاً نموذج التاني يهوذا إزاي تحمل المسؤولية. عرفنا في حنة وألقانة أن شريك حياتي مش هيقدر يسدد كل احتياجاتي، في احتياجات ما يقدرش يسددها، لكن كمان ما نحبش فقط بالكلام لكن نحب بطريقة عملية.
لكن كمان حنا كانت نموذج رائع جدا لزوجة رغم ألمها لكن توجهت توجه صح، ظلت أمينة مع الرب وكملت مع الرب. إيه تاني يا حضر الأسيس حابب تقوله لنا؟ عاوز أقول حاجة كمان صغيرة عن ألقانة. ألقانة يبدو مع الوقت حصل نوع من التغيير في طريقة تفكيره عن حنا، وده أنا بشوفه لما ربنا إدى لحنا صموئيل. جاء السنة اللي بعدها طالعين للعيد، طلبت منه طلب، قالت له لا سيبني المرة دي، أنا عاوز أقعد مع الولد لحد ما يتفطم وبعدين نبقى نطلع بالمرة ونوديه للرب. في حاجة أنا شخصيا يعني بتلفت نظري وبشوفها ده نوع من التغيير حصل في معاملة ألقانة، أنه يتعامل معها بطريقة عملية في احتياجاتها الخاصة. فحنا لما قالت له الكلام ده في عدد 23 من أصحاح 1 من سفر صموئيل الأول، فقال لها ألقانة رجلها اعملي ما يحسن في عينيك، أنا مش هرغمك على حاجة، خدي راحتك، اتصرفي زي ما انت شايفة صح، امكثي حتى تفطمي. ومال للإيمان بتاعها، إنما الرب يقيم كلامه. يعني أنا الحقيقة بحس أنه لا حصل تغيير، وقد يكون هذا نتيجة صلاة حنة ونتيجة انتظار حنة، ولما الرب تدخل حتى طريقة تفكير ألقانة تغيرت. يعني وكأنه بيقول لها يعني ربنا يكمل مشواره معاكي وأنا مقتنع باللي أنت بتعمليه. إذن حضرة القسيس حضرتك عايز تقول لنا جزء هام قوي، أن كل زوجة بتسمعنا دلوقتي ليها وعد من ربنا أن ممكن من خلال سيرتها من خلال صلاتها يتغير زوجها. نعم. يتغير زوجها. نعم. وهنا حنة حصدت دوت. نعم. تقولي لأي زوجة دلوقتي بتسمعنا زوجها بعيد عن الرب وقد تكون متألمة بسبب هو كويس، هو ممكن يكون كريم، لكن لسه ما يعرفش الرب، من خلال حنة تقول ايه لكل زوجة بتسمعنا؟ يعني اقدر اقول مش عاوز يبقى كلامنا بطريقة الالزام وكأننا بنفرض مفروضات عليها، لانه لما حد بيبقى متألم هو بيحتاج انه نقدر نقدر مشاعره ونفهمه. خلينا نقول احنا ما قدمناش غير ان احنا ننتظر الرب، ولازم كمان نظهر حياة الإيمان بطريقة عملية، لأنه الكتاب بيعلمنا أنه في بعض الأزواج بيربحوا بسيرة النساء. يعني أي نعم الأمر ده صعب ومؤلم أنها تفضل شهور وسنين بتبين صورة صحيحة عن المؤمن وعن وجود الله في حياتها، وأنها بتصلي وبتنتظر، وكل ما تحس أنه الفشل ابتدى يعني يتسرب ليها تتشد تاني بالرب. انتظار الرب الحقيقة ليه نتائج رائعة زي ما شفنا مع ألقانة. طب حضرة القسيس اللي بيغير الزوج ينفع نصيحة أو وعظ المرأة أو الزوجة، أو أنها تروح تقول له ده أنت لو سمعت الوعظة دي أو ربنا بيقول لك كذا كذا، يا ترى إيه أكتر حاجة بتفرق مع الرجل أو مع الزوج؟ هل وعظ مراته أو كلام مراته أو نصيحتها أم سيرتها زي ما حضرتك قلت؟ طبعا صلاتها وسيرتها، وكل زوجة دي حالات خاصة. إذا زوجي عنده قدرة على الاستماع والتفهم باحترام وتقدير أن أنا بتكلم معاه من خلال حب وخوف على حياته الأبدية، ينفع أتكلم معاه. لكن لو كان هو مجرد كلام، هو رافض الكلام ده، فالأمر لا يحتاج إلى وعظ كلامي أكثر من وعظ عملي بحياتي الشخصية وبانتظاري، فانتظاري للرب طبعا. فكل زوجة أشجعها طبعا أقول لها ربنا معاكي في الوضع اللي أنت فيه، وأكيد الله حاسس بالأزمة اللي أنت فيها، لكن تشجعي وتشددي في أنك تكملي صلاة وتكملي انتظار الرب وتكملي تظهري حياة يسوع المسيح اللي فيكي، والرب يديكي حكمة ونعمة في التعامل ويديكي شهوة قلبك. البعض قال يا سيس سامح عبارة كده شهيرة، الزوج
آخر واحدة يسمع نصيحتها هي زوجته. إيه رأيك في العبارة دي؟ أضيف ليها إلا إذا كان بيشوف حياتها بطريقة تعكس عن أو تعكس حضور يسوع المسيح في حياتها. يعني ببساطة بيشوف أنه الإيمان اللي بتتكلم عنه هو حياة عملية معاشة، شايفها، شايف حياتها، شايف حياتها أنها بتعيش اللي بتقوله. أيوة، في الحالة دي يتأثر الزوج طبعا طبعا. حتى لو حاول، يعني حضرتك عارف أنه مرات بنستخدم حيل دفاعية وبنستخدم طرق عشان يعني نبين أن احنا كويسين وكلام ده، حتى لو حصل كده لكن في حاجة بتأثر في القلب، بتفضل جوه القلب تأثير، لأنه عمل نعمة الله مع الكلمات والحياة العملية وحضور الرب يسوع المسيح في حياتي لابد أن يؤثر في الآخرين. إذن سيرتنا، سلوكنا يؤثران أكثر من كلامنا طبعا. حتى ده بيفرق مع أولادنا حضرة أسيس طبعا طبعا، مش بس مع شركاء حياتنا طبعا طبعا. أولادنا عموما بيتعلموا من اللي بيشوفوه فينا، مش بيتعلموا من كلامنا. يعني الأكثر بيتعلموا من اللي بيشوفوه فينا ومن تصرفاتنا. يعني أنا لو قعدت، يعني لو فضلت أقول للولد ما تكذبش ما تكذبش وأنا بكذب، عمره ما هيسمع كلامي، لكن هيعمل بالطريقة الحياة اللي أنا بعيشها، اللي شافه في بابا وشافه اللي شافه في بابا وشافه في ماما. وعشان كده الرب، يعني لو رجعت الكلام عن الزوج والزوجة، الرب لما قال يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، فالناس عاوزة تشوف حياتنا العملية عشان تقدر تتوجه للرب. طيب حضر أسيس، النهاردة بنتكلم عن نماذج كتابية، عن عائلات فيها نقاط قوة نقاط ضعف بنتعلم منهم، مش لازم ندفع الثمن اللي هم دفعوه، نفسنا كمان نتعلم من حد تاني دروس جميلة زي ما حضرتك كلمتنا. عندنا شخصية محيرة شوية، راحيل، راحيل ويعقوب، من الشخصيات المحيرة. ليه؟ لأنه الحقيقة راحيل فيها شوية مواصفات جميلة شدت قلب يعقوب ليها وأحبها، لدرجة أنه لما خدم سنين عشان يتجوزها الكتاب قال أنها كانت كأيام قليلة في عينيه لمحبته. يعني حبها للدرجة أنه هونت عليه سنين. لكن الشخصية دي في التعامل معها نتعلم منها دروس من حاجات سلبية كانت فيها. زي ايه يا حضرت السيسي؟ زي ايه؟ الحقيقة راحيل كان عندها نفس مشكلة حنة، بمعنى كانت عاقر، ما كانتش بتنجب، راحيل كانت شايفة انها محبوبة، فهي زي حنة محبوبة. ويعقوب عمل زي ما بيقولوا بالبلدي، عمل اللي ما يتعملش عشان يوصل للهدف بتاعه ويتجوز راحيل، فكانت المحبوبة. بس للأسف تصرفاتها ما كانتش تصرفات إيجابية، لكن ده ما يمنعش نتعلم منها، يعني نشوف الحاجات السلبية ونتعلم منها. فلما تزوجت من يعقوب اكتشفت انه هي مش بتخلف، هي مش بتنجب، فتكلمت بغضب مع يعقوب زي ما قلت من شوية، وقالت له هب لي بنين وإلا أموت. فكانت بتضغط بالرغم من هذا الاحتياج، لا يستطيع يعقوب أن يسدده لأنه دي حاجة الله هو المتحكم فيها. بس ليه هنا مفارقة ما بين اتجاه رحيل راحت ليعقوب تطلب منه، لكن حنة ذهبت إلى الله. بالضبط 100%. ورحيل في وقت من الوقت كانت واخدة الآلهة بتاعتها. هل في علاقة ما بين الإله اللي الشخص بيعبده وما بين رد فعله في المواقف في الاحتياجات في المشاكل؟ طبعا دي حاجة، يعني حاجة طبيعية، لأنه العبادات بتأثر في طريقة تفكيرنا. فكانت خلفيتها
خلفية صعبة، لأنه هي في أرام. وحتى لو حضرتك والأحباء المشاهدين يفتكروا لما يعقوب اتحرك لبيت أبوه وخد زوجاته وولاده، هي سرقة الآلهة خدتها معاها، يعني هي كانت مرتبطة، يعني قلبها كان ملتصق طبعاً بآلهة وثنية. طبعا 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 كانت مرتبطة يعني بهذه الآلهة. فلما كانت بتتعامل بغضب، كمان الغضب ده كان ظاهر في معاملتها مع أختها، يعني ضرتها هي أختها، بس أختها كانت بتعاني منها، والمعاناة دي كانت بسبب الصراع اللي كان جوه. معلش أتوقفك مرة تانية يا سيس، في القصة الأولى بتاعت حنة كانت ضرتها مش أختها، وضرتها هي اللي بتضايقها. هنا العكس بالزبط. مع ان رحيل هي اللي ما عندهاش الاطفال، هي اللي كانت بتضايق اختها، مش بس ضرتها البعيده لكن اختها. ايوه يعني مفارقه طبعاً. بعيده طبعا، لانه ما هو غضب الانسان لا يصنع بر الله، والاحتياج ده كان مخليها وهي في ثوره غضبها، لانه عندها مفارقات، انا جميله وأنا اللي خدم بيا، ولما اتخدع خدم 7 سنين تاني، يعني أنا 14 سنة بالنسبة له، فازاي ما يكونش عندي ده؟ فلا يعني كان الموقف، حتى لما ادت الجارية بتاعتها ليعقوب عشان يتجوزها وينجب منها، سمت الولاد بطريقة يعني بطريقة غريبة. لما سمت الولد الأول دان وقالت يقضي الله أو قضى الله بيني وبين أختي، يا ستي هي أختك عملت لك إيه؟ دخل حرب، تحوليها قضية وحرب لا، وكمان جابت ربنا نصير ليها، يعني ربنا نصرها أختها ما عملتش حاجة. ده الكتاب بيقول يعني الرب لما رأى أن ليئة مكروها فتح رحمها. على فكرة ليئة من الناس الأتقياء في كلمة الله، حتى في طريقة تسميتها لأولادها كانت لها علاقة خاصة، الرب رأى، الرب سمع، يقترن بي زوجي، أحمد الرب، فتحس أنه في علاقة شخصية، مع أن الاثنين كانوا إخوات، الاثنين كانوا بس إخوات، بس في حد كان يعني حتى المتألم أكتر حاسس أنه هو مكروه، كان له علاقة بالزبط بالرب بالزبط أكثر بالزبط. يعني ساعات اللي ممكن يوقعني هو كبريائي، طبعا طبعا كبريائي أو رفضي للواقع وعدم خضوعي ليه وعدم تعاملي معاه، أو عدم ثقتي في الله، أو زي ما بيقول كتاب فواقعوا في الله، أقع في ربنا، حس أنه ربنا بقى مستقصدني يعني أقع في ربنا، التعبير ده غريب شوية. الكتاب بيقول عن شعبه وقعوا في الله، يعني عارف لما بنقول التعبير العام يعني وقعوا في بعض، حصل خلاف بينهم لدرجة انه كل واحد فيهم بيحس انه اللي قدامه بيعاديه، بيستقصده، يقصد ان يضايقه، يقصد يعني ان يؤلمه، يقصد ان يغدر به. فهي حصل الإحساس ده، فغضبها مخليها بتتصرف بطريقة يعني في كل اللي حواليها. حتى الولد الثاني لما جاي حاجة غريبة، سمت الولد الثاني قبل ما تسميه قالت صراعات الله صارعت مع أختي، يا ستي يعني عارف جهاد بقى، يعني هي بتجاهد جهاد الله، يا بنتي هو إيه اللي حصل؟ يعني أختك ما عملتش حاجة. وسمت الاسم الولد الثاني نفتالي، مصارعة. للدرجة دي السلبية دي حقيقة يعني لا، محتاجين نتعلم قوي من راحيل ان ما نديش فرصة للغضب، نحجمه زي ما بيقول الكتاب، نعطي مكانا للغضب، نديله حدود، ما نخليش الغضب ينفلت جوانا فتصرفاتنا تكون مؤذية لكل اللي حوالينا ونختلق صراعات هي مش موجودة. هي يعني ليئة لم تصارع أختها، ليئة لم تحارب أختها، ليئة لم تقيم قضايا أمام الله ضدها زي ما قالت قضى الله، وتختلق الصراعات دي وتحس أنها متحاربة. لا، محتاجين نتعلم
نتعلم ان احنا ما نكونش كده. ولايقه زي ما بنعرف ان جه من اولادها ومن نسلها جه المسيح. طبعا طبعا طبعا. فدي اعتقد اعظم مكافاه طبعا للي يعيش في سلام طبعاً. واللي طيب حضر قسيس الكلام في دروس الله رائع جدا، والواحد مهما يشتر فيها مش هيخلصها، واعتقد احنا مش هنلحق نخلص كل كلامنا في الحلقه دي، فاكيد هيكون لينا حلقه تانية بنكمل، لان الدروس من كلمه الله كثيره جدا. لكن احب في نهايه حلقتنا حضرتك تقول لنا زي كده وصفه او روشتة للازواج وللزوجات اللي بيسمعونا، ايه النهارده الدروس اللي اتعلمها من بابا وماما، بابا ادم ماما حواء، ومن القانا وحنا، من رحيل ويعقوب، ايه الدروس الهامه وايه الروشتة اللي النهارده نطلع بيها، ومش لازم ندفع الثمن اللي هم دفعوه، النهارده نعمل ايه يا حضر قسيس؟ محتاجين نتعلم اولا من ادم انه احنا لما نقع في الغلط، وارد ان احنا نقع في الغلط لاننا بشر، يعني بنغلط كلنا طبعا، لازم نؤمن بانسانيتنا وبشريتنا. فاذا حدث خطأ نعترف به، نعترف ونتحمل مسؤوليته ايا كان الثمن اللي المفروض يدفع، نتحمل، لا نلقي اللوم على الاخرين. انا مهربش من المسؤوليه بتاعتي في 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 الخطا اللي انا وقعت فيه والقي اللوم على الاخر. اتعلم الدرس ده. ايه تاني حضرتك؟ اقدر اتعلم درس من القانا، من فضلك بقول لنفسي وبقول كل الاحبه المشاهدين الرجال، من فضلك ان كنت تحب بالحق فلا تكتفي بتعبير الكلام فقط، حب بطريقة عملية، وإن كنت بتحب من فضلك خلي بالك إنك تكون مصدر أمان لشريكة حياتك. طب إيه جملة أخيرة تقولها للزوجات اللي بيسمعونا؟ الزوجات اللي بيسمعونا، كملي مسنودة على ربنا، وصدقي إنه ربنا هيسمع صلاتك وهيستجيب حتى لو تأنى. وده نتعلمه من حنة، والرب لما بيجي ويستجيب بيملانا بالفرحة، بس الفرحة بتكون بيه مش بالعطية أو بالاستجابة. أمين. شكرا حضرة القسيس. شكرا. أعزائنا المشاهدين، زي ما عرفنا النهاردة كلمة الله فيها كل الدروس لبيوتنا، لشركاء حياتنا، إزاي نعيش مع بعض ونكون فعلا بنتعلم من هذه الدروس. بشجعك مرة تاني عزيزي المشاهد في كل مكان، اهلا بيك انك تكون بتتواصل معانا على صفحاتنا على الفيسبوك، على السوشيال ميديا اللي بتظهر دلوقتي قدامك على الشاشه. حابين يكون في تواصل بيننا وبين بعض، حابين نسمعك، بنرحب باسئلتك بمشاركاتك، لو عندك طلب مشوره او مشكله اسريه اهلا بيك، والرب معكم. امين.